جامعة تل أبيب الإسلامية. الكلام عن جامعة تل أبيب الإسلامية يعني الكلام عن جامعة قائمة بالفعل في تل أبيب. إنها جامعة قائمة بالفعل في تل أبيب، وإليكم بعض المعلومات المختصرة عن هذه الجامعة الخطيرة جدا. قرر الموساد إنشاء هذه الجامعة في تل أبيب لتقوم بتدريس العلوم الإسلامية المختلفة. أنشئت هذه الجامعة في سنة 1956، وبدأ التدريس فيها من تلك السنة، أي منذ أكثر من 60 سنة، وهي جامعة مغلقة وليست متاحة لكل الطلاب. يشرف على هذه الجامعة الإسلامية جهاز الموساد ويتولى مسؤولية كل شيء فيها، فهو الذي يحدد المواد الدراسية ومنهاج كل مادة وأساتذة الجامعة وطلابها وفق خطة مدروسة بعناية بالغة. طلاب الجامعة من اليهود فقط، ويمنع أي شخص غير يهودي من الدراسة فيها. يتم اختيار طلاب الجامعة اليهود بعناية بالغة من قبل الموساد، ولا بد أن يكون الطلاب مرتبطين بالموساد. يدرس الطلاب في هذه الجامعة مختلف المواد الإسلامية من عقيدة وتفسير وحديث وفقه ولغة عربية من وجهة نظر يهودية، وجهة النظر المعروفة طبعا عن الإسلام. يأخذ طلاب الجامعة اليهود دورات خاصة طويلة ومركزة في كيفية الحياة بين المسلمين والتعامل معهم والتحايل عليهم وخداعهم، ويشرف على تدريبهم علماء نفس وخبراء اتصال وعلماء اجتماع والسياسة. يتخرج الطالب من هذه الجامعة وقد تثقف بثقافة إسلامية وشرعية وفقهية وعلمية من وجهة النظر اليهودية، ويكون هذا الخريج مرتبطا ارتباطا عضويا مع الموساد ومدربا معه تدريبا استخباراتيا عاليا، وقد تم إعداده إعدادا خاصا. يجعل الموساد هذا الخريج اليهودي شيخا مسلما، ويقدم على أنه عالم كبير، حيث يعطى هذا الشيخ اليهودي اسما إسلاميا. يجهز الموساد لهذا الشيخ الخاص مكان عمله الإسلامي بدقة استخباراتية متناهية، حيث يقوم هذا الشيخ خريج تلك الجامعة بعمله الإسلامي، ويتواصل مع المسلمين ويعيش معهم ويتجسس عليهم ويقدم كل شيء عنهم للموساد أولا بأول. يقدم هذا الشيخ الجليل لمسلمي تلك المنطقة باسم مبهم، كان يقال هو أبو عمر الشامي، أبو علي المغربي، أبو بكر البغدادي، إلى آخره من هذه الأسماء العجيبة الغريبة. يصدر هذا الشيخ فتاوى إرهابية خاصة يعدها له الموساد لتشويه صورة الإسلام الحقيقية، وقد يطلب الموساد من هذا الشيخ تأسيس منظمة إسلامية جهادية ويجند فيها أناسا مخصوصين. قد تقوم هذه المنظمة الجهادية بعمليات يخطط لها هذا الشيخ الذي غرسه الموساد في ذلك المكان. هذه معلومات موجزة عن هذه الجامعة الإسلامية التي أنشأها الموساد في تل أبيب، وما زالت قائمة تؤدي رسالتها التخريبية في العالم كله ضد الإسلام والمسلمين. فانتبهوا يا